مع كل الهموم يلي بتواجهنا يوميا من تحضير الاكل لتنظيف البيت وغيرها بيجي هم غسيل التياب تيزيد على همومنا هم اكبر. ووشمان شركه بتامن فريق عمل متكامل مهمته ياخذ الملابس من البيت واعادتها نظيفه وجاهزه الى مكانك بطريقه محترفه. هاي جاد، كيفك؟ الحمد لله، كيف كنت؟ الحمد لله. جاد، عرفني شوي أكثر عن حالك وإذا لك زمان بالإمارات أو عن جديد نقلت. اسمي جاد حلاوي، عمري 29 سنة. قبل ما أجي على الإمارات كنت عم بشتغل بكندا كمهندس بترول. من 3 سنين نقلت على دبي وأسست شركة واشمان مع رفيقي وشريكي هلأ رامي. أنا بكندا كنت أخذ عطلة، بدي أقول لرفيقي بفكرة مجنونة، بقول لي بدي أعمل غسيل على أب. بعد أسبوعين تركت شغلي وجيت على دبي. يعني شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ شيء قطعتوا فيه أنتوا أثر فيكم كتجربة شخصية أم مجرد فكرة بزنس؟ يعني الاثنين الصراحة. بلشت بإكسبيرينس رامي. رامي كان بيشتغل بالبانكينج قبل هيك وكان الدراي كليننج واللوندري له كل اسبوع مصيبه، بما انه بيلبس 5 قمصان كل اسبوع وثلاث اربع بدلات وما كان عنده وقت يبعت غسيلاته لحدا وما كان قادر هو يهتم فيهم. ايه هو يهتم فيهم. بعد ما ترك شغله هو راح اشتغل باوبر وخطرت على باله بعد سنه باوبر انه في يشغل اللوندري على تطبيق كمان. جاد، هل مهمتكم محصوره بس بالبيوت ام ممكن تتوسع على الشرك خلينا نقول او الاوتيلات؟ هلا بعدنا يعني خدماتنا محصوره للبيوت. براينا بعد في عنا كثير شغل تنعمله من ناحيه زبائننا. كنا اول ما بلشنا بشيء اسمه بس يعني واشينج اند دراي كليننج مثل الكل. هلا مبدئيا نهتم بالسجاد، حنبلش بالستارات وناويين نبلش بالصبابيط تقريبا بعد شيء 6 شهور. جاد، كيف يشتغل التطبيق واشمان؟ خاصة انه انا شايف في 2 options، الكلاسيك اوردر وانستا اوردر. اوكي، فبعد ما تعملي ساين اب توصلي على هالصفحة. الكلاسيك اوردر بيسمح لك تنقي 30 دقيقة نجي لعندك فيها، فمثلا هون نعمل سيت بيك اب تايم وبتنقي اذا حتكوني بالبيت ولا حتتركي الكيس على بابك. شفتي هون عندنا شيء اسمه هابي اور. ايه هابي اور بنرخص اسعارنا لانه حنكون عندك بالمنطقة قبل، فبنعطي 5 درهم اوف على البيك اب و5 درهم اوف على الدليفري اذا لقيتي هابي اور كمان على الدليفري. كثير حلوة الفكرة. لما اجيت ادفع عندي 2 options، يا اما ابل باي او كريدت كارد وديبت كارد. ما عندنا كاش، ما في كاش اون دليفري. مزبوط، ما في كاش اون دليفري حاليا. الانستا اوردر بيعطيكي فلكسبيليتي اكثر واسعاره ارخص لانه عم تعطونا فلكسبيليتي. ف اول ما تطلبي الانستا اوردر السواق بيكون عندك خلال 90 دقيقه، فما بتنقي 30 دقيقه، بتسمحي لنا ب 90 دقيقه تنجي لعندك. والدليفري بيكون يا اما قبل 8 يا اما بعد 8، مش مثل الاوبشن الكلاسيك اللي بيسمح لك ب 30 دقيقه معينه. اوكي. هون مثلا بدي اعمل طلبيه، بكل بساطه بنقي 2 داي دليفري اما النكست داي دليفري. اول ما نقي النكست داي دليفري بيقولوا حيكون في 50% اكثر، نحط بروسيد وبنعمل سميت اوردر. اول ما بدي اعمل طلبيه الزبائن بيجي سواق بلمها بكياس مثل اللي بتشوفيها هون. بيوصل السواق تقريبا الساعه 11 بالليل وبنحط كل الكيس على الراكس هون. اوكي. اول ما يبلشوا الشغل الشباب بالسورتنج بنفوتهم بنفرزهم بهالاوضه اللي هون. مثل ما شفت قبل كنا مفرزينهم بالتو باكيتس. الفاتح بينغسل بمكنه مثل ما شايفه على الشمال والغامق بينغسل بمكنه ثانيه مثل ما شايفه هون على اليمين. اوكي. اول ما يحضروا الثياب بيطلعوا من الدراي من النشافه بينحطوا فوق والشاب اللي عم يعمل فودنج بيستعد يعمل فودنج. حلو كثير. فهون عندنا اكزامبل عن قطعه مطويه ومعلقه. بنطبع لكل قطعه بتتنشف لحالها بالمكنه الكبيره باركود، وعلى الباركود في عندنا كمان الاوردر اي دي اللي بيعبر عن لمين هي هالقطعه. يعني هيك ما بتضيع لاي زبون هيدي القطعه. بالزبط. اي زبون طلبها. بيجي السواق بيقرا الديسباتش شيت وبياخذ الطلبيه وبعيد نفس الشيء لكل الطلبيات اللي عنده اياها. لما يلمون كلهم بحطهم بكيس واشمن وبيطلعوا من الباب لهونيك. اوكي. خلال تاسيسكم لشركتكم شو اكثر التحديات اللي قطعتوا فيها ام اكثر الاوقات الصعبه؟ بفتكر اكبر تحدي كان انه نقنع الزباين انه يغيروا شركه غسيل من
من شركتي اللي معودين عليها، لانه اللوندري بدها ثقه، وكان لازم نقنع ونقنع زبايننا ونقنع كثير عالم تيستعملونا وتيوثقوا فينا. ومن بعد هيدا المصاعب والتعب وصلتوا لليوم، وين بتشوفوا الشركه بعد سنه، بعد 5 سنين او بعد 10 سنين؟ فاول هدف من هلا لسنه انه نوسع واشنطن قد ما فينا بالامارات، بدبي، بابو ظبي. بدنا نوصل الواشن فود لكل بيت. هدفي اول هدف انه بعد سنه ورا بعد 5 سنين نبدل مكنه الغسيل بالبيت. طب شو كان السبب وراء انه اخترتوا دبي لتبلشوا منها الشركه؟ يعني الكلتشر تبع الغسيل، الدراي كلين، الاوت سورسينج للغسيل كان موجود، فما كنا حنروح على بلد ثاني ونعلمهم هالعادات. هون العالم كان لها قبليه وشهيه لهالسيرفيس. انت وشريكك كان عندكم فكره، ومن وراء هيدي الفكره اسستوا الشركه. فهلا في اشخاص كثير عندهم افكار بس بعد ما بلشوا، شو بتقدر تنصحهم؟ الواحد لازم يكون واثق بنفسه، اول ما ياخذ قرار لازم يحط خطه وينفذ هالخطه، ويكون واعي على انه مش كل يوم هين، في ايام اصعب من غيرها، وبعد ما يتخذ القرار ما في يرجع لورا، ما في يندم على القرار اللي اخذه. طبعا لازم يصابر. جاد، كيف توصف نجاحك اليوم؟ ما بحس حالي بعد ما نجحت، عندي كثير بعد قدام. شو أكثر الأوقات الحلوة اللي ما بتقدر تنسيها اللي قطعته فيها؟ أحلى يوم قضيته بواشمن هو يوم طلعنا مع الفريق كله، سواقين، كاستمر سيرفيس، ماركتينج، أكاونتينج، وأنا ورامي طلعنا تعشينا سوا، عملنا إفطار يعني. وبآخر الإفطار كل السواقين إجوا بدهم يصوروا معي أنا ورامي، وشفنا ابتساماتهم. يعني كان اول يوم عن جد قدرت فيه انه الامباكت يلي عم نعمله بحياه فريقنا، التيم كله. جاد ثانك يو على وقتك، وان شاء الله من تقدم لتقدم. شكرا، ممنونك. ما نستهوين بنظافة ثيابنا وترتيبها، لازم نحافظ دايما على حسن المنظر إلنا ولملابسنا. واشمان فكرة هدفها توفر علينا وقت وهم غسيل الملابس بطريقة سليمة.